ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يعني فإذا تجيبوا خبر عن بداية الخلق، عن التكوين، عن المعاد، فهتوبوا من الأصل. أما واحد ما حضر ولا درى وبيفلسف لنا، بيقول ما بعدين بيطلع لنا بيرجعنا يخلط بين الأنعام والحيوانات والناس، ويقول الإنسان أصله قرد. أنا أسألك، في سنة كم أنت شفت القرد متحول لإنسان؟ طيب في حدد لنا بالتاريخ سنة كم هذا القرد؟ في قرود عندنا كثير ما شفنا واحد منها يتحول. إيش مثل من قرد؟ كان جاءت هذه النظرية ينشرون، هذا واحد مرة في عدن تأثر بها وقال النشو والارتقاء والإنسان أصله كان قرد. قالوا لبعض العلماء هناك هذا صاحبنا، وطيب مسكين مدري إيش الذي غره بنظرية داروين هذا والآن يتكلم بهذا الكلام. قال لهم خلوه، معنا موعد نحب نخرج في فسحة معنا اليوم كذا. قال لهم، قال بس بنعدي على البيت حقه أنا بنادي عليه، لا تنادون عليه. جاء وصلوا لتحت الدار، تحت بيته، يا قرد يا ابن القرد، ويقول يا ابن القرد خرج. ايش من هذا يتكلم علي؟ ها انت العالم تقول كذا. قال ما انا قلت، لا انت تقول هكذا. قال ها؟ قال انت ايش تقول اصل الانسان؟ وليش تزعل؟ خلاص بنقول لك قرد يا ابن القرد، والا ارجع للنظريه هذه. قال خلاص ما اقول هكذا. قال نحن ما نقول هكذا، خلاص خرج الله تعالى. ما تقبلها بفطرته، ما تقبلها، فمغالطة فقط وهم، لكن فطرة ما تتقبلها. أصلا الذي خلق الإنسان ما هو داروين، هو واحد. أنت واحد دارين بك بالمقاس على نظرائك، كنت نطفة وعلقة ومضغة، ولما تسلسلنا إلى فوق أنت ما حضرت، أنت حتى أمك ما حضرتها ولا أبوك، بتجيب لي لأول آدمي. هو الآدمي اسمه آدم، الله سماه، وهو اللي صنعه، هو اللي تكلم عنه، هو اللي كلمنا احنا عنه جل جلاله. انت منين تجيب اخبارك هذا؟ نحن اخبارنا جبناها اصفياء، انا من بني البشر، اصدقنا لهجه، ارسلهم الخالق الذي خلق وانزل عليهم هذا الكلام انه خلق كذا 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 كذا، ومعهم على ذلك المعجزات. لكن انت منين جبت الكلام؟ بتبيت بتلعب بفكرك وعقلك كذا، وبتجيب بتتاله علينا. انت واحد كمان، لا داك داري بنفسك ولا داري باخوانك. تعال خلنا نجيب نعرف انفسنا من عند اللي كون انفسنا جل جلاله وتعالى.